الأستاذ وصديقي يتكلم على الرياضة وعلى جبناها مع التعليم. بغيت نقول ليه فين كان في 2022 بلي وصلنا للدومي فينال نفس الحكومة، علاش ما قالش علاش جبتوها للتعليم؟ واش يعني احنا مع فقط مع الخاسرة ولا مع الرابحة؟ احنا مع الفريق الوطني، خسر ولا ربح يعني نسانده وسنسانده إلى الأبد لأنه فريقنا ورياضة جبناها للتعليم، لأنه المدرسة والشباب اللي في المدرسة خزان كبير للمستقبل، وشفنا بأن نتائج اللي تحولت واللي غادي تعطي نتائج إن شاء الله.